بلش العنف الداخلي يتفجر تحت ضربات عنف العدوان الإسرائيلي، وتتزايد مناظر العنف الأهلي يلي عم تتوثق بالتصوير مع كشف كامل لوجوه الضحايا. شو عم يصير؟ واحد، تهمة السرقة. بالمناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي عم يتم توقيف وتعذيب أفراد وتعليقهم على عواميد، وصولا لمحاولة قتلهم لاشتباه شباب الحي بأنهم حرامية. وهالعنف الداخلي عم يزيد نهار بعد التاني. خليك موت هذا كمان اللي بيعتدي على الأطفال. اثنين، سائر سياسي. ولما ما يكون في سبب، العنصرية بتقدم منفذ للعنف الداخلي يلي بيطال سوريين لمجرد انهم سوريين. هيدا من ادلب، قالوا وزعوا بقلاوة على روح السيد حسن، صار يقولوا حسن زمير العرصات. العنف ما بيحتاج لسبب، ولما تفلت الامور كل شيء ممكن يصير سبب. هذا القرار من الحماية اللي بفوت على البناية بده يتعوض. ثلاثة، تهمة العمالة. عمالة عرصة عمال. بزمن العدوان تهمة العمالة جاهزة لتبرير اي عنف. ورحمة كل شهيد لشخصك. وبتهمة العمالة صار عم يتم كمان الاعتداء على صحفيين ومصورين، او حتى خطفهم واخفائهم عن جهات سياسية لساعات قبل ما يتم تسليمهم للاجهزة الرسمية. مين هيدا مكموش كمان؟ عم نحن وبالخرابة. بظل أزمة اقتصادية وانقسام طائفي وبلحظة ضعف قصوى، العدوان الخارجي بسرعة بيتحول لعنف داخلي، بحثاً عن سائر مستحيل أو عدالة مفقودة أو تنفيساً لعنف متراكم. وهذا العنف ما في وقف إطلاق نار يوقفه.